بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة المشاهدين، ضيوفكم شرفوا وبندق على الباب وبنستأذن الدخول وبنمس عليكم وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أعياد أكتوبر، ده نمرة واحد، وأعياد الإخوان المسلمين اللي عملوها لينا، ده نمرة اتنين، ونمرة تلاتة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة المصرية جمعاء بالخير واليمن والبركات. وبنهني كل من يحتفل بعيد الأضحى، ونسأل الله إنه عيد الأضحى القادم تكون مصر في ركب الأمم المتحضرة. النهاردة يوم غير عادي، استثنائي، مش عشان الزحمة اللي في الطرق وشل الحركة المرورية من سينا لإسكندرية لأسوان، ربنا يزيدهم من نعيمه ويقدرهم على فعل الخير، وإنما لأني النهاردة جاي لكم مخصوص، جاي لكم انتوا، لما سمع بالبرنامج بتاعكم يعني نسميه ايه، زي ما هو موجود في فرنسا، معرفش، انا دايما بحب استرق المصطلحات الفرنسية، ابو القانون الدستوري، شيخ القانون الدستوري، ضيف، ولا كل الضيوف، كل اللي قاعدين حواليه دول تلامذته، والشرف ليهم مش ليه هو. وده ان دل على شيء بقبوله يعني، وهو دايما، هو على فكرة متواضع جدا يعني، بس انا اللي ما اقدرش اعبر اكتر يعني الا بهذه الطريقة، فده يدل على ان البرنامج بتاعكو مش بتاعنا، على قدر كبير من الاهمية وعلى قدر كبير من الرفعة العلمية، ويمكن السبب، وده تفسيري انا الشخصي، انه لعبة السياسة ما بتخشش فيه الشغل بتاعنا والبرنامج بتاعنا. معانا النهاردة، وطبعا لازم يستبق التقديم مثل هذا الكلام، لأستاذي وأستاذ العفو العفو البقية اللي قاعدة، أستاذنا الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بقول جامعة القاهرة ليه؟ لأن ما فيش اقتصاد وعلوم سياسية إلا في جامعة القاهرة، فهو فريد من نوعه حتى في التخصص اللي هو فيه والكلية اللي هو فيه. العفو العفو، شرفتنا ونورتنا. العفو، أستاذنا العظيم. لا أستحق كل هذا، لا 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 إطلاقا، لا لا لا. أنا تلميذ وما زلت تلميذ وسأبقى تلميذ للقانون وللقانون الدستوري بصفة خاصة. هذا تواضع العلماء. لا 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 أبدا. العفو الأجلة. العفو. ومعانا يعني هنخدم كلنا احنا التلاتة على أستاذنا. لا العفو العفو. وحبايبكو اللي انتم معتادين عليهم، يميني حبيبي الدكتور، الأستاذ الدكتور، بس أنا بقولها كده لأنه صديق عزيز، الأستاذ الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون العام بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق. اهلا بيك حبيبنا العزيز. اهلا وسهلا، ووحشتنا يوم السبت. ربنا يخليك، انا سعيد بيك. اعملهاش تاني. انا سعيد بيك قوي يا دكتور رأفت. شيخ الشيوخ معانا. عفوا حبيبي. عبد الله بيه قنديل، معالي المستشار طبعا. اللي هو جهبز من الجهابزه. لا عفوا يا ميز. لا ايه ايه، في الشكل وفي المضمون. لا 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 لا. واحنا في الشكل والمضمون برضو جهابزه، لكن وفي الصياغه دي بنوخر احنا وبنقدمه. كتير كتير يتحمل كتير المسؤوليه عنها. كتير هو كتير كده. عبد الله بيه قنديل، نائب رئيس هيئه النيابه الاداريه. شكرا. ورئيس نادي هيئه النيابه الاداريه. شكرا. نورتي مكانك. شكرا. ومرحبا بيك حبيبي. شكر جدا. واهلا وسهلا ومرحبا. ده ضيوفكم النهارده،
على مائدة العلم فينبغي أن يكون هناك علماء أجلاء. ومش بس علماء أجلاء على مائدة العلم، مائدة العلم دي كلها فرضتها علينا ظروف بلدنا الحبيبة اللي كلنا قلوبنا بتعتصر عليها من الحب، مش من الحزن ولا الألم ولا أي حاجة خالص، من الحب لهذا البلد المعظم في الكتب السماوية والمقدس لدى كل أنبياء الله اللي أرسلهم على وجه الأرض، بدءا من إبراهيم وانتهاءا بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مصر محتاجة إلينا ومحتاجة العلماء ومحتاجة إن احنا نشيل أي عباية أخرى غير علم مصر، نشتغل تحت رايته ونستظل بظله ونخلص له كما هو في عنان السماء. دي الحقيقة اللي بقولها لكم ومش عايز أكررها كل مرة لأن احنا منعرفش غير كده. نبدأ البرنامج بتاعنا، وطبعا بداية الحديث كالمعتاد حينما يكون أحد أساتذتنا معانا فالكلمة لي أولا، وأنا يعني بسيبه يقول لنا في 7 دقائق أو 6 دقائق تكييفه للوضع الجاري، وماذا تفعل لجنة 50، وماذا فعلت لجنة 10، وإيه هي خارطة الطريق وتقييمه ليها، وإيه أمنياته وانتقاداته، كل ده في 7-8 دقائق. وحتجيله الفرصة بعد كده إنه يتكلم معانا. أستاذنا الفاضل، ده كان سؤالي ببساطة شديدة، احنا عايزين نستفيد منك لان احنا كنا ممكن نخش في المادة على طول لكن ما نعديهاش كده، يبقى احنا والعياذ بالله حاجة تانية الا اذا كنا ننهل في البداية. ونشوف تقييم حضرتك للفترة، لان انا شايف حضرتك نوعا ما مش عايز اقول حزين، غير راضي، فما السبب؟ وان كنت مخطئ اتمنى ان اكون مخطئا. لا 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 لا، ف يعني انا اولا شاكر فضلك إلى أبعد الحدود على تقديم اللي أستحقه على وجه الإطلاق. أنا شخص عادي جدا جدا طيلة حياتي، وأنا أسعد بهذا اللقاء الجمعي، وسأظل تلميذ للقانون الدستوري والدستورية وللشرعية والمشروعية إلى الأبد. وإذا أذنت لي فأنا أبدأ من حيث بدأت ثورة 30 يونيو وثلاثة يوليو. في 7 يوليو صدر الإعلان الدستوري مكون من 32 مادة، بدأ السطر الأول فيه بأكبر صبة في تاريخ مصر، بأن قال حرفيا بناء على الإعلان الصادر من القوات المسلحة. هذا يعني، وكنت أنا مسافر في الغرب في ذلك الوقت، أنه انقلاب عسكري ولا معنى غير ذلك. يؤيد ذلك أنه لم يرد في الإعلان الدستوري المذكور حرف واحد لا عن ثورة 25 يناير ولا عن ثورة 30 يونيو ولا عن التفويض بالأمر للقوات المسلحة. فإذا الإعلان الدستوري عادة في مثل هذه الظروف بيصدر باسم الشعب وبيصدر بسبب الحدث وهو الثورة أو الانقلاب، إنما أنا أعتقد أن هذه ثورة أيا كانت تسمية استكمال لثورة 25 يونيو أو إلى آخره، هي ثورة ثورة. نعم. والثورة كما تعلمنا وفي جميع النظم السياسية تسقط الدستور النظام والدستور على رأسه. نعم. ويجب على الإعلان الدستوري أن يكون باسم الشعب وليس باسم أحد، ويكون موجزا جدا فيما يتعلق بممارسة السلطة واحترام المعاهدات والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل مصر، ثم مادة أو 2 للمرحلة الانتقالية. فيه 20 مادة لا علاقة لهم بالمرحلة الانتقالية.
ولا علاقة لهم بالإعلان الدستوري نقلا عن دستور مارس 2011 30 مارس 2011 نعم. لأن لما يقول لك مجلس الدولة هي قضائية أيوة كذا كذا تختم موجودة في القانون موجود. المحكمة الدستورية كذا، هيئة النيابة الإدارية كذا، تم موجودة في القانون تكرروا لي وبعدين يصدر دون حرف واحد عن الثورة. من الذي كتب ذلك؟ الله أعلم. لا يمكن إطلاقا لطالب فاشل في سنة أولى في كلية الحقوق قضى فيها 4 سنوات أن يكتب مثل هذا الإعلان الدستوري. وأنا أبلغت ذلك في خطاب لي للفريق أول عبد الفتاح السيسي. أنا متعود أبعت له خطابات من الآن الآخر، يعني ده سب في جبهة مصر. طب سؤال يا دكتور إبراهيم، اتفضل. وايه دخل الفريق عبد الفتاح السيسي بخطابك ليه في حين ان يعني في رئيس دوله وحكومه؟ لا تربطني معرفه بالرئيس المؤقت، ولا تربط، ولا اعتقد انه قراه قبل ان يوقعه ان كان قد وقعه، ولا تربطني صله باحد. لان كنت اعرف الفريق السيسي لما كنا بنروح اجتماعات غير مجديه على مدى سنه ونص او سنتين في المجلس الاعلى للقوات المسلحة. يعني بحب، وعبرت عنه أيضا في لقاءات اللي وفي حوار طويل في المصر اليوم منذ أسبوعين وهكذا. يعني المهم الإعلان الدستوري لا يليق إطلاقا إطلاقا إساءة لمصر. ده أمر واحد، وأول واحد يقرأه في الخارج بناء على الإعلان الصادم للقوات المسلحة يفتكر ده انقلاب عسكري. إنه تكليف، ولذلك انقلاب. نعم. ولذلك لما حدث صدى له إنه ده انقلاب في الغرب كانوا على حق. وأي واحد مفكر أو قارئ قانون أو قانوني في مصر يقول بناء كذا إلى آخره. بالإضافة إلى أن ولا حرف عن ثورة 30 يونيو أو 3 يوليو. طيب نعود للب الموضوع. أي. المادة 28 والمادة 29. 29 إذا كانت الثورة أو الانقلاب أي منهما يسقط الدستور، أطلق ما تشاء من تسميات عما حدث في 30 يونيو 3 يونيو سقط الدستور بلا جدال. طيب تيجي أنت في مادة 28 وتقول لجنة من 10 أعضاء أو لجنة 10 المبشرين بالجنة وفيهم قامات كبيرة لها الاحترام كله، لكن 6 فيها من القضاء، من القضاء فهموا أن الدستور وثيقة قانونية، الدستور وثيقة سياسية اجتماعية اقتصادية. نعم. ليست وثيقة قانونية أبدا. يعني لما تشوف حضرتك تستعرض، بالتأكيد أنت أستاذ قانون دستوري عريق والأساتذة الأفاضل، لما تشوف الأعمال التحضيرية لأي الدساتير المتقدمة يمكن فيها 1 أو 2 قانوني. نعم. أو قانون دستوري، والباقي كل مفكرين، لأن ده حلم. يعني حتى الأقدم دستور في العالم هو الدستور الأمريكي صناعة سنة 1776 لم يكن فيه قانون واحد. صح. كلهم مفكرين. هنترك هذا الدستور مؤقتا جانبا. طيب انتوا عملوا المادة 28 لتعديل دستور المعطل مؤقت، لا لتعديل دستور 2012 المعطل. أي. اولا المعطل ده خطا دستوري وخطا قانوني وخطا واقعي وخطا اجتماعي وخطا على اي معيار اعتبره خطا. تمام. ماذا فعلت اللجنه؟ كان الرئيس الاسبق حسني مبارك في اخر في اوائل فبراير اصدر 2011 اصدر قرار جمهوري بتعيين لجنه لتعديل دستور 2011 71 71
منطق التعديل أن تكتب المادة قبل التعديل وبعد التعديل والمادة بعد التعديل والدستور قائم. آه يعني إيه المادة إيه؟ أي والمقترح وتعديل المقترح إيه؟ المقترح إيه؟ وفي ورق منفصلة التبرير أو المذكرة الإضاحية. آه اللجنة ما عملتش كده. أنا أتحدى أي واحد من أعضاء اللجنة تقول لي هم عدلوا إيه؟ ما اعادوا صياغه ولا اعاده صياغه. لا اعادوا صياغه كانه دستور جديد وخدوا من هنا ومن 71 ومن دساتير اخرى وراحوا صايغين مواد. هو ده هم بيقولوا انهم كانوا بيشتغلوا ليلة نهار ليلة نهار. واحد فيهم انا اعرفه قال احنا قرينا دساتير العالم كلها. بالظبط يعني ده تاخد 100 سنه لما تقرا دساتير العالم. لا معناه انه كان بيعمل دستور جديد. يعني مش بيعد. فالصناعة الدستورية السليمة أن تذكر المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل لترياني ما هو أوجه التعديل. أيوه. على دستور ساقط انتهت. ونص المادة بيقول مادة 28 في نهايته. أيوه. إن اللجنة تنتهي في خلال انتهائها. خلاص انتهت. أيوه. فجوم في تشكيل لجنة الخمسين قال قعدهم تاني. طب قعدهم ليه؟ وهيعملوا ايه؟ وتجد وجوههم قاعدة. هل هم يعني مالهمش صلة؟ محدش بيسأل فيه ومحدش بيتكلم منهم. لا. هل هم قاعدين عشان يخوفهم لجنة الخمسين بأن يستجيبوا إلى هذا إلى ذاك؟ وبعدين ما حدث في لجنة الخمسين في التشكيل. هي اللجنة كانت 10 يا دكتور براهيم. اللجنة كانت عارفة خبرة خبرة رئيس زائد واحد. لا. اللي هو مستشار رئيس الجمهورية. لا ما أنا هنا هو ده سؤالي. النص الإعلان مادة 8 بيقول من 10 بس. لا قال من 10. 6 من القضاء و4 أساتذة الدستوري. أمال ال 11 ده كان بقى صفة وفقا لأن إعلان دستوري. هو علشان يمشيهم حسب ما يقتضي. أنا بقول لك بأمانة شديدة. لا وأنا مش عارف غير كده عن لا حضرتك. أنا أعرفهم كلهم قضاة المحكمة الدستورية كلها. يعني لا بتكلم في مدى الدستوري. في مدى الدستوري. خلينا يعني انا بتكلم يعني في مدى الدستوري. يعني كان بيمشيهم. هل اعطى الاعلان الدستوري اللي صدر من رئيس الجمهوريه السلطه في ان يعين مقرر للجنه؟ بخر. طيب هل يعتبر خليني بقى معايا دول انا تحت امرك. طيب خليني هل يعتبر تعيين مقرر اللجنة تعديل الإعلان الدستوري بأنه لأنه هو مالك الإعلان الدستوري ومصدره وبالتالي لو خالفه يعتبر هذا نسخ الحكم؟ بس كان لازم يعمل إعلان تاني إن ده مقرر اللجنة. تمام. ما أنا عايز أسمع. بس أنا عايز عايز أتعلم ما هو كله وأسمع وأكد اللي عندي. نحن نسير في طريق أخطر من طريق 25 يناير. إيه بتاع عبد الحليم حافظ مسدود يا ولدي؟ ولدي خالص. طيب خلاص يا دكتور براهيم يا اخي بقى بلاش يعني انتوا كلكم اشقاء لنا فالمهم اللجنه عملت ايه؟ ما عملتش حاجه بدليل ان لجنه الخمسين بتعمل اللي هي عاوزاه. هو حصل خلاف في اليوم الاول. السيد عمرو موسى قال نحن سوف نصنع دستورا جديدا. ايوه. فوقف له الاستاذ ديار عثمان قال له انت ملتزم بالنص بالاعلان الدستوري. وما زال هذا الديالوج لم يتم حسمه الى الان. صح. بيعملوا ايه؟ الاخ نقيب المحامين بيعمل ايه؟ اللجنه كل واحد فيها لجنه. انت عايز تقول ان ده اوجه عوار بالتاكيد للجنين الذي سيولد بالتاكيد. طب هتسمي الجنين ده ايه؟ اذا مشيت طبقا للاعلان الدستوري يبقى تعديلات. هتسميه دستور 2012 بعد التعديل. بعد التعديل او المعدل زي كان في خليل بعد التعديل فيلم اسمه. واذا كنت هتسميه 2013 يبقى دستور جديد. يبقى انت خالفت الاعلان. خالفت الاعلان. قول لي هتسميه ايه؟ ما هو ده ما احنا سالنا الاسئله دي قبل كده. بس انا عايز اسمعها. لا ما انا بتعلم منكم يعني. ده يبقى توثيق للكلام اللي حصل. قاعد بتعلم منكم يعني. ده يبقى توثيق لما تمام. يعني كلام جميل. طيب فجت لجنه الخمسين. لما تلاحظ تشكيل لجنه الخمسين بالضبط هو طبقا للتشكيل الوزاري القائم. يعني قائم على الشلاليه والمعرفه الى اخره. حرفيا. الوزارة القائمة اللي هي تقدر تدير قارة بحالها 38 وزير. وأنا يعني ما لا أذكر منهم أكثر من 5-6 أسماء. 38 وزير وثلاث نواب
وزراء رئيس وزراء الى اخره. يعني واحنا في حاله فقر مدقع. كل وزير يعني بيتقاضى حوالي 100,000 جنيه في الشهر. المرتب الاساسي 40,000، ضيف ثلاث عربيات او اربعه حسب وجهه الوزير والذي منه وهو الى اخره. يعني حاجه خطيره جدا. وبعدين ولذلك ديت كانت من ضمن الاسباب اللي مش قادرين يعملوا الحد الاقصى. انت تعمل الحد الاقصى وبعدين تعمل الحد الادنى. لان ما يجبش انه يكون واحد لا يزيد عن 21. ادرس كل النظم، ادرس النظام الامريكي، ادرس اي نظام خليجي من 21. انما هم هيعملوه لواحد ل100 او لواحد ل50 او لواحد، ما بتجيش ابدا. ويجوز الاستثناء منه. ويجوز الاستثناء. ما هو فتحت بقول الاستثناء فتحت باب جهنم. المهم نرجع تاني للماده 29 بتاعت اللجنه. تشكيلها، تشكيل الوزاره خمسة ست أحزاب مشتركين فيه. خمسة ست أحزاب دول اللي شكلهم الجمعيات التأسيسية. صح. يعني الدكتور أبو الغوار صديق شخصي ليا من زمان يعني، وطبيب أمراض أنابيب وبتاع إيه اللي البلد عاوز أنابيب أكتر من كده. ومجدي بيه يعقوب. ومجدي يعقوب يقعد هناك أحسن وأكرم، له أكرم من إنه يبني قضية أو يبني عملية إلى آخره، وغيره 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 وغير وغير. نيجي بقى لممثلي النقابات وممثلي الاتحادات. كل واحد عاوز مادة في الدستور. هنرجع لها، أنا فاهم. بس أكملها عشان في دماغي لو أذنت لي. لا 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 اتفضل اتفضل. يبقى إذا أنت هو وضع مادة في الدستور للمعوقين أو للأطفال الشوارع أو للمرأة وغيره، هيلزم الحكومة أو هيلزم الدولة آسف بتنفيذه. طب ما عندنا القانون، احنا عاوزين دولة القانون. انما المنتج النهائي، وارجو ان انا يعني نلتقي في نهاية العملية بالمنتج النهائي، هيكون ميثاق ليس دستور. ولذلك انا طلبت منهم وكلمت عمرو موسى حسنين كمان، قلت له ابعت الموضوع للاستاذ حسنين هيكل لانه هو مختص بكتابة المواثيق. ايوه. ويشغلنا ميثاق. ليس هذا دستور الإطلاق. نعم. كما تعلمنا الدستور بيتكلم عن مقومات الحقوق والحريات العامة، نظام الحكم اللي هو الحكومة. أي. The government. الحكومة تعني السلطات الثلاث في أي نظام سياسي. نعم. الحكومة تعني السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. إنما هنا بيعنوا بها الحكومة تعني الوزارة. مين قال الكلام ده؟ يبقى أنت عندك رئيس جمهورية ووزارة وسلطة تنفيذية. الحكومة تعني السلطات. أبسط مفهوم عن نظام الحكم غائب عنه وهو الحكومة. الحكومة تعني السلطات الثلاث. ومودي كذا مادة انتقالية. نعم. نيجي لنقطة هم بيناقشوا فيها دلوقتي، إذا زنتلي في دقيقة واحدة وأخلص. اتفضل. نظام واخدين بنظام المجلسين. يا ايها الناس. نعم. انا بوجه لهم، انما انتوا اساتذتنا وفوق راسنا. العفو يا فندم. نظام المجلسين لا يقوم الا في الدول المركبه. تمام. ماشي. اللي هي فيها مقاطعات زي فرنسا. ايوه. ولايات فرنسا مش مركبه. فرنسا بدا ازاي؟ في كتاب اسمه ذا فيدراليست اللي هو الاعمال التحضيريه للدستور الامريكي. ده كتاب رائع، تحفه ادبيه على فكره، اللي كتبه توماس جيفرسون. بيقول واحنا قاعدين كده قبل ما هنمضي، فكنا اتفقنا على ان هيكون في مجلس النواب وهنكونه من 435 واحد. وما زال حتى الان عدد اعضاء مجلس النواب الامريكي 435 حتى هذه اللحظه. فسال واحد من نيوجيرسي هتكونوه ازاي؟ ده قبل التوقيع النهائي. قال هنقيده على ان نقيمه او نقيمه على اساس عدد السكان في وفي نطاق جغرافي متحد، او زي اللي بنسميه الدوائر. دوائر تكون متحده مع بعضها. نعم. مش حته من الوان وحته من شبين الكوم الى اخره. متجانسه. فقال له لا، احنا مش داخلين الاتحاد، مش هنوقع. لان الولايه الكبيره
هتاكل يعني. هتبلع الولايه الصغيره. فتوماس جيفرسون بغايه الصراحه في نفس الجلسه قال لهم طيب نعمل مجلس ثاني بالتساوي. كانوا 13 ولايه كل ولايه تمثل بشيخها. فادي قصه المجلسين وحاجه شخصيه حصلت معايا لما جه الرئيس السادات يعمل مجلس شورى سماه مجلس كده. قال لي عاوز اعمل مجلس. قلت له مجلس ايه؟ قال لي مجلس عائله. هو كان يستدعيني ويطلبني لكن كانت العلاقه بعد 74 سيئه جدا بخصوص قضيه هضبه الاهرام اللي رفعتها انا ونعمات فؤاد ومحمد عصفور عليهم ومحمد حلمي. المهم قلت له انت احنا دوله بسيطه. قال لي انا عاوز كده مجلس عائله. قلت له يا سيدي حول المجالس المتخصصه دي المتخصصه. قال لي اسمع انا عاوز مصطبه زي مصطبه ميت ابو الكوم. هو الفرق بين الاثنين انا اشتغلت مع الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات. عبد الناصر كان يفكر ويقرا قبل ان يتخذ القرار. السادات يسأل القرار وبعدين يفكر بقى عن تبريرات بعدين يفكر. بس انا شاكر فضلك لا على ايه؟ على ايه؟ احنا شاكرين يعني. لحضرتك يعني بس طيب يعني برضو بينا وبين الزملاء قبل ما نخش في المواد وده حاجات مهمه جدا جدا يعني هي المساله مش بالمواد. ما احنا عارفين الجنين هنسميه ايه واحنا بنشتغل ومخلصين بس ما احنا مش عارفين بعد كده ايه اللي هيحصل. وطلق واعلان دستوري الرئيس اكد اكثر من مره انه مش هيعمل اعلان دستوري ومش هيعدل الاعلان الدستوري. حتى قالوا انتخابات رئاسيه هتيجي قبل البرلمانيه. طلع تكذيب من الرئاسه انا قراته عشان اخطر بالاخبار كاني بقول لكم اخبار. قال لا البرلمانيه الاول والرئاسيه زي ما هو على راسنا من فوق احنا فعلا متفقين لكن في ماده في الدستور الفرنسي وانا قلتها قبل كده بس عايزين نسمع راي حضرتك فيها اللي هي بتقول ان كل دوله ليس بها ضمانات للحقوق والحريات ولا فصل بين السلطات. انا بقراها وبترجمها ليس بها على وجه الاطلاق دستور. دي ماده في الدستور اللي هي المادة 16 في مقدمة الدستور. وحضرتك عارف ان مقدمة الدستور فرنسا جزء لا يتجزأ من الدستور. هي بتقول toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. ما تكلمنيش عن دستور طالما ما فيش ضمانات للحقوق. يعني بتكلم garantie des droits مش تقول لي الحقوق والحريات على عيني وعلى راسي من فوق لكن ضمانات للحقوق والحريات وفصل بين السلطات ما تحدثنيش عن دستور. ايه رايك يعني ليه الحاجات دي ما تكونش شوف رغم انها ماخوذه عن الاخرين مش عيب. ليست المساله تقرير حق وانما ضمان التزام بتحقيق نتيجه اللي هو التنفيذ هذا الحق. التزام بتحقيق نتيجه وليس بذل عنايه يعني ليس تكفل يعني ولا كل هذه التعبيرات قرات تكفل تقرر تحمي. احنا بنوثق اللي قلناه عشان الساده المشاهدين يعرفوا انه استاذنا علمنا واحنا قلنا كلام استاذنا. لا ده احنا قلنا الكلام ده النظام الفرنسي اكتر مني ان النظام الفرنسي بعد الثوره الفرنسيه بداوا يحطوا الحقوق والحريات العامه وبعدين جم سنه 1858 لا 58 اللي هو الدستور الحالي 1958 لا الدستور الحالي 58 في منتصف القرن التاسع عشر كان في دستور حوالي سنه 1856 او حاجه زي كده اللي هو الجمهوريه الاولى ولا بليفواز لا, لا ما اعرفش 1800 انا طب ماشي ما انا معايا كل الدساتير يعني في منتصف القرن ده الاباء الاول لهذا الدستور قالوا لا احنا عيب نحدد الحقوق والحريات العامه ده اهانه ان احنا لا نحترمها فجاء بديل للنص للحقوق والحريات ضمانه اللي حضرتك اتكلمت عليها واللي مذكوره منذ منتصف في اعلام انت قصدك في اعلان حقوق الانسان بنستجدي الفرنسي الحقوق بنستجدي الحقوق والحريات بنستجديها وتكفلها الدوله
مقررة منذ دستور 23. إنما هل في دولة قانونية في مصر؟ هي دي المشكلة. طب ما طلع مثلا مرسي وقال لنا إنه إحنا عندنا الدستور لأول مرة يقرر حقوق وحريات ليس لها مثيل في التاريخ، هل العبرة بتقرير الحقوق والحريات ولا إني أفكها بفلوس وأحطها في جيبي وأتعشى بها بآخر النهار؟ لا لا، أنت أستاذ فاضل وقارئ ممتاز، و العبرة بضمان الحق، بضمان الحق اللي هيوصله ليه، اللي هو بنسميه في القانون المدني أيوة. تحقيق نتيجة وليس بذل عناية، وليس بذل عناية، الالتزام بتحقيق نتيجة. وبعدين يعني تفسير النص الدستوري بيخضع للأهواء القائمة، الكلام ده في مصر لا، تفسير النص الدستوري هو تفسير قائم مستقر ولا يحتمل اي وجه للتاويل او للتبديل او يعني المفروض اراده المشرع الدستوري تحترم خلاص. من الاوراق التحضيريه والجلسات التحضيريه الى ان تعدل الماده باراده مشرع دستوري اخر. ولذلك انا عرضت اعطاء المحكمه الدستوريه العليا تفسير الدستور، ده كلام عبث، ديكتاتوريه المحكمه الدستوريه العليا، ده عبث، ده المحكمه العليا الامريكيه لا تملك تفسير الدستور. طبعا هي التفسير عبر التطبيق لكنها لا تملك دعوة تفسير. أنا اختصاصي إيه؟ المحكمة الدستورية هيئة هم قالوا عليها جهة تقليل من شأنها. حتى كان فيهم أربعة ثلاثة، اتنين من مستشار المحكمة والمقرر ده في لجنة العشر، في لجنة العشر المبجلة. فمر عليهم كلمة جهة، جهة ده عملها دستور 2012 تقليل من شأن المحكمة. لا واحنا خرجنا عليه على كلمة جهة دي. طبعا ده هي كانت جهة حكومية ولا ايه؟ خاضعة الرئاسة ولا ايه؟ ولا جهة مرفق عام ولا جهة مرفق ولا مرفقية ولا ايه؟ ده انا النص اللي كتبته وما زلت احتفظ بخطي. المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية، هيئة مستقلة، صح، مستقلة. طيب كذا طيب، هو في حاجة تانية لكن ان شاء الله هتكون معنا ضيف مرة تانية علشان برضو حاجات بس إيه؟ لا ابدا، أنا يعني بالعكس أكون احنا يعني احنا لا احنا مش على العكس، يعني احنا مبسوطين جدا ان نسمع حضرتك علشان ده، يعني انا بقول للساده المشاهدين علشان يعني انتوا كنتوا عايزين دليل وتقولوا لنا لان اللغه المصريه حلوه، وبأمرت ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه صح، بأمرت شهاده شيخ القانون الدستوري وقبل كده شيوخ اخرى جات لكم، يبقى احنا بنقول دي مدرسه. ليه؟ لان ما عندناش اعباء سياسيه ونحور ونلعب والحاجات دي كلها، احنا عايزين نخش في الموضوع، خش كده على طول زي العريس ليله الدخله على طول، سيبكم منها، ما سيبكم الكلام الفارغ ده كله. طيب هنخش على اللي برضو عشان ننجز حاجات على المادة 46 أستاذي. إحنا طريقة عملنا إن إحنا بنقرأ المادة بنقول إذا كان فيها عيوب ونقترح بديل، وفي النهاية بنحط زي ما حضرتك قلت، لأن إحنا مش على التعديل، بنحترم الإعلان الدستوري رغم إن إحنا مش متفقين مع الإعلان الدستوري، لكن القاعدة إلى أن تلغى وتعدل واجبة الاحترام أستاذي. فيعني بنقول أدي المادة وإحنا بنقترح كذا، وعلى طول بإيه بنخطو وكأننا بنساعد لجنة التأسيسية الرسمي، لان احنا تبع الشعب وليس تبع الجمعيه التاسيسيه الرسميه. ماده 46 بتقول حريه التنقل والاقامه والهجره مكفوله، نقطه، ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن اقليم الدوله ولا منعه من العوده اليها، نقطه، ولا يكون منعه من مغادره اقليم الدوله او فرض الاقامه الجبريه عليه او حظر الاقامه في جهه معينه عليه الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون. دكتور طارق، الدكتور إبراهيم تعبناه فياخد راحته شوية. أنا عاوز أستفيد من لا معلش يعني ما قول لي بقى. تمام. أولا أنا قبل ما أقول في المادة يعني أنا في قمة السعادة. أول ما دخلت يمكن سيادتك لاحظت، أول ما دخلت قلت إيه ده الدكتور إبراهيم ده نوع سيادته رقيمة وقامة. زميل يخرج. لا انت حضرتك سيادتك بتقول يا فندم انك زميل لينا، لان انت سيادتك طول عمرك متواضع يا دكتور. لا وانت علمتنا، حتى انا سيادتك ما درستليش، لكن انا مراجع حضرتك في رسالتي في الاحزاب السياسيه كانت جزء اساسي في الرساله، فانت سيادتك انا بستفيد منك، وفي ابحاث الترقيه حتى وصلت الى درجه استاذ، لكن احنا كلنا تلامذه سيادتك. العفو العفو العفو. الماده 46
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون. ذات المادة هي التي جاءت في دستور 2012 فيما عدا الفكرة الأخيرة الشطر الأخير منها اللي هي أضيفت وفي الأحوال المبينة في القانون، يعني اللي هي ما أقدرش أفرض إقامة جبرية عليه ولا منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وبس في الأحوال المبينة في القانون. أنا يمكن شرفت إن أنا كنت من أستاذ مساعد لأستاذ، عملت بحث مطول دكتور رأفت سادتو عارفه، الرقابة القضائية على حرية التنقل والإقامة، كلمت عن المنع من السفر وإبعاد الأجانب والهجرة أشرت إليها على أساس أنها حق من الحقوق. هنا المادة كما هي أنا شايف أن إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة من الذي له سلطة إصدار قرار إبعاد الأجنبي خارج البلاد؟ الأجنبي أنت توصل؟ أيوة. إبعاد أي مواطن لا يجوز. أيوة طبعا. كويس جدا. أي مواطن ما أقدرش أبعده، لكن بالنسبة للأجانب من الذي له سلطة إبعاد الأجانب خارج البلاد؟ اتفضل. وزير الداخلية. أيوة. طبقا لقانون إقامة الأجانب الذي صادر سنة 69 كان لابد من الإشارة إليه في الدستور؟ يمكن أصل الحقوق والحريات للمواطنين يا دكتور. تمام، كويس جدا بالنسبة للمواطنين، لكن أقول لما بقول في الأحوال المبينة في القانون هو يمكن هنا يقصده الجزء اللي هو لا يكون منع من مغادرة إقليم الدولة، لكن أنا كان نفسي بالنسبة للأجنبي تتذكر سيادتك دستور 71 كان منصوص عليه إن الأجنبي يتم إبعاده خارج البلاد على ما أعتقد بقرار من وزير الداخلية أو من له سلطة إبعاد الأجانب في 71 دستور 71؟ لا أنا ما على ما أعتقد لا 71 منصوص كلمة أجنبي لم تأتي في دساتير مصرية عندنا ولا جت في قانون إقامة الأجانب في القانون لو كانت جاءت في قانون إقامة الأجانب يبقى ده شيء طيب والدساتير الأجنبية لا تجد فيها أجنبي كويس جدا أجنبي. كويس يبقى لو كانت جت في قانون إقامة الأجانب 69 ومش منصوص عليها في دستور 71 يبقى النص على هذا النحو أنا شايف إنه يمشي يعني يمشي ليه بقى؟ في نقطة طيبة الحقيقة لجنة العشرة عملتها اتفضل اللي هي قالت إيه؟ وفي الأحوال المبينة في القانون لأن دستور 2012 وحضرتك كنت معاك يا دكتور رأفت في أحد البرامج في مداخلة وقلت إزاي دستور 2012 الجمعية التأسيسية المحترمة التي وضعت دستور 2012 ما تقولش فيما نص عليه القانون أو في الأحوال التي يحددها القانون هنا قلت اللجنة العشرة تغاضت عن ذلك وأضافت في الشطر الأخير من هذه القانون ده شيء طيب, طيب. يعني أنا شايف إن المادة على هذا النحو تمشي تمشي سعادة المستشار عبد الله إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ولا لا؟ هو الأولا ليه قول بقى اللي أنت عايز اللي أنا حبيت أحرقها لتجيبها ويعني يستلزمه التحقيق ولا لا؟ لأن في منع من المغادرة وفي إقامة جبرية وفي حظر إقامة في جهة معينة يعني نوع من الإقامة الجبرية بس بشكل آخر مقلوب يبقى إلا بأمر قضائي مسبب يعني هو إيه ده المغادرة مش لازم يكون في تحقيق هو أكيد صح؟ أكيد لأن دي مساس مساس شديد جدا بالحرية الشخصية وإحنا اتفقنا إن الحرية الشخصية زي ما قال معالي دكتور إبراهيم درويش أستاذنا طبعا الأستاذ العظيم يجب أن تصان صيانة حقيقية لا يكتفى بإيراد الحق ولكن لابد من تحصين هذا الحق وتفعيله والإلزام بالنتيجة بالفعل يبقى أمر القضائي المسبب ولمدة حداية ليستلزموا التعيين زي ما استفقنا في المواد في المادة السابقة على حتى أساس في مادة قلنا بلاش منها لأن طبيعة الأعمال ما تمشيش مع يستلزموا التحقيق فيستلزموا التعيين ضرورية وجوهرية تمام لهذا الأمر أنا بقى بضيف حاجة تانية بعد إذن أنا بقول لك يعني. لا ما أنا بقول لك بعد كده أقول المادة دي المادة 46 دي هي عبارة عن جمع ثلاث مواد من دستور 71 أي مواد 50 51 52 وهي ترديد للمادة 42 من دستور 2012 الغريب قوي ان دستور 2012 ما كانش فيه الا في الاحوال المبينة في القانون المادة كانت خلوا من هذا الامر 45 وطبعا 42 وطبعا حضرتك عارف الاعداء اللي بيني وبين الاحالة للمشرع
لأن المشرع الدستور لما بنص على حق يجب أن يتكفل به وصيانته ببيان حدوده وأبعاده وكل ضماناته. هو المادة 42 في الدستور 2012 ما يكونش فيها وفي الأحوال هنا في القانون وتيجي التعديلات بتاعتي بتلاقي اللجنة 10 بعد ثورة 30 يونيو تحطها لي أنا أعلن كراهيتي لهذه الجزئين. كلمة وفي الأحوال مبينة في القانون بالضبط. طب استنى بقى، أنت بتعلن كراهيتك إليها وسجل يا دكتور براهيم. نعم. أنت بتعلن كراهيتك إليها. أيوة. معنى ذلك أنه ممكن يكفي بس أمر قضائي يستلزمه التحقيق وفي جميع أحوال التحقيقات لا أروح أعمل ده ولا إيه تقصد؟ جبت لي بديل مكانها ولا عايز تشيل؟ لا جبت فن بديل. طيب أشيل وفي الأحوال بين القانون. أيوة. وضفت ويستلزمه التحقيق. أيوة. بعدين أنا نص على الجرائم المعنية شديدة الخطورة وفي الأحوال في اللي هي الجرائم المسها بأمن الدولة من الداخل أو من الخارج مثلا. لا اللي هو منع مغادرة يبقى عايز جرائم، عايز جرائم وصف جرائم يستلزمه التحقيق يبقى في جريمة بالضبط كده على أساس بالزبط. إن إحنا ما نقولش في الأحوال كده أي أحوال وبالسلامة يمنعني من كذا أو علي دين لواحد يمنعني أو دين نفقة يمنعني أو كذا يمنعني أنا حانا كاتبة معنا يستلزمه التحقيق في الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج. ده اقتراحي أنا على سبيل التمثيل، يعني إذن لابد يستلزم تحقيق في نوعية معينة من الجرائم الخطيرة. طب استنى بقى دكتور براهيم، خلاص هم قالوا اللي عندهم، في سؤال والباقي تعليق لحضرتك. المستشار عبد الله بيقول في جرائم معينة زي اللي بتاعت أمن الدولة، لكن طب لو كانت جناية قتل وهو هيهرب ويمشي أو معرفش مخدرات وهيهرب ويمشي، ما عملش له حظر مغادرة ولا فرض إقامة جبرية ولا حاجات من كده إلا لما يعني لازم تكون جرائم مس بأمن الدولة بس، ولا إيه رأي حضرتك في المادة بقى؟ صياغة المادة بأكملها غلط في غلط، عايزين نستفيد. طيب صح. اتفضل يا دكتور إبراهيم. لأن الدستور صناعة المواد الدستورية كلما أوجز كلما أحسن. كلام جميل. وأنا مع سعادة المستشار لا تحول إلى القانون. تحسن النص يحسم الحق. تفضل. ما نقولش مثلا حرية المسكن مصونة إلا إذا حضرت استغاثة. يجي لك أمن الدولة من تحت يقول ما احنا سمعنا واحدة بتصوت فوق ونطلع. كل الكلام ده حرية الاعتقاد في حرية الفكر في حدود القانون إلى آخره. وعلى فكرة الدستور 71 بدم فيه إشارة إليه. طبعا. أنا لما سلمته للاستفتاء 1 سبتمبر 71 نشر في 4 و 5 سبتمبر 71 حدث فيه تغيير ما بين تسليمي. والحقيقة أستاذ العظيم الذي اعتز به وحببني في القانون الدستوري أبو حميد متولي عليه رحمة الله وأنا وثقنا ذلك. موجود في وأنا اطلعت عليه وثقناه في كتب الدكتور عبد الحميد موثقة ومكتوبة ومؤشرة والكتاب وأنا ناقلها عنه والكتاب عندي مفصلة بالتفصيل. كذا إلى آخر. المهم طيب فحدث فيه تلاعب اللي كان بقى اللي كان الدكتور جمال الوطيفي عليه رحمة الله وعبد السلام الزيات هم اللي احنا كنا بنعد دستور وهم بيعدوا دستور وغيروا فيه الحاجات دي كلها. والمهم طيب إن فأنا لا تعجبني الصياغة كلها، يعني إقليم الإقليم الدولة أنا ما أحبش استعمل إقليم أبدا لأن ولا يجوز بعد أي مواطن عن ولا يجوز بعد أي مواطن وبس. لأنه هنبعده عن إيه يعني؟ هنبعده عن إيه؟ لأن كلمة الإقليم دي ولا منع بس طيبة ولا منع ما أنا لازم برضو إشارة كلمة ولا منع من العودة إليه. كلمة الإقليم هي جاية من ثقافة التنظيم العالمي للإخوان بس كانت موجودة كلمة إقليم الدولة في 71 وفي موجودة في 71 بس ما كانش يميها التنظيم ظهر فالمسمى حرية التنقل تلتزم الدولة. يعني أنا الصياغة كالآتي تلتزم الدولة بحرية تلتزم الدولة بتوفير حرية التنقل والإقامة والهجرة بتوفير ولا تلتزم الدولة بضمان حرية التنقل والإقامة والهجرة
حلوة أوي. يبقى احنا مكفولة دي احنا تعبانين منها وعرفناها جداً. طيب يبقى تلتزم الدولة بضمان حرية التنقل والإقامة والهجرة نقطة، ولا نقول أدي اقتراح تاني، حرية التنقل والإقامة والهجرة مضمونة أو مصونة؟ هقول لسعادتك على حاجة زي حرية الاعتقاد مصونة. يعني أنا ما اعرفش استعملتوا تعبيرات ايه في المواد السابقه، استعملنا كل حاجه لقيناها في الضمان، تكفل لا احنا كل ده شلناه، تحمي كل ده شلناه، كل ده شلناه، التزام ترعى تسعى الى ترعى تلتزم تلتزم. يبقى هنا طب يعني لو قلنا حريه التنقل والاقامه والهجره مصونه مضمونه مضمونه والله تلتزم بها الدوله، ما هي ما هي وهي مضمونه من قبل من هو مين اللي بيضمن هنا في الدساتير مش الدوله ايه زي الاعتقاد حريه الاعتقاد مصونه، يبقى نقول مصونه باعتبار ان اللفظ مكرر عبر الدستور في احدى في بعض المواد علشان نختصر المفهوم اللي انتوا استعملتوه استعمل ايه، يبقى حريه التنقل والاقامه والهجره مصونه. يمكن يا دكتور رأفت تلتزم، انا هقول لحضرتك يمكن تلتزم هنا ليه، حريه التنقل والاقامه والهجره ديت من الحريات الشخصيه فيمكن عشان نديها قدر من الرقي والوضع اتفضل فبنقول ايه تلتزم الدولة بضمان حرية التنقل والإقامة والهجرة. على فكرة يعني المصونة اقوى من تلتزم، المصونة فيها نوع من التقديس بضع كويس، ما هي التقديس ليه بقى انا مش عايز ان انا اوصلها لمرحلة التقديس، التقديس جت في المادة اللي بعدها اللي هي حرية الاعتقاد مصونة. لا ما هي جاية مصونة مش علشان انها مقدسة ربانيا، لا تمام تمام عايز يوصلها لانها علي يعني شبه مطلقة شبه مطلقة انا يعني انا متالي يعني يمكن لكن انا ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه. ماشي هنا بس الالتزام في الأول هنا توضيح متى لا لا قيمة هو في هنا في هنا توضيح بسيط طالما في التزام يبقى مفيش قيمة للفكرة التانية. هو جاي هنا حضرتك في المادة 51 من دستور 71 لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد عن البلاد بدل إقليم بدل إقليم الدولة كويس ولا منعه من العودة إليه إليها إليها أيوه البلاد طيب فأعتقد أن كلمة البلاد أفضل من الإقليم. أصل لو حطينا تلتزم مش هنحط الفكرة الثانية لا يجوز إبعاد أي مواطن. يعني أنا ضد التفصيل اللي جاي بعد كده. لا يا فندم دكتور برهيم ولا يجوز إبعاد أي فضل بعد إذن معالي. في فرق بين أن تكون حرية التنقل والإقامة بحريتي أنا وباختياري أنا، وفي فرق بين أنه أجبر على الإبعاد أو أنه عايز أعود يمنعوني من العودة لسبب ما، فيمكن ده أنا عارف طالما في حرية تنقل يبقى معناها أن أنا أخرج وأرجع، إقامة كذا كذا، هجرة كذا كذا، المفروض ما يمنعونيش وما يقدروش لأن دي حرية مصونة مقدسة الدولة تلتزم بيها، أليس هذا تأكيد وتكرار ولا في ولا يعني طب معلم الاستاذ عبد الله بيقول استدراك وحضرتك انا عايز اقول حضرتك ان هنا لابد ان ياتي لا يجوز ابعاد اي مواطن عن اقليم او يحظر ابعاد اللي هو في اللي هو بمعنى النفي عن اقليم البلاد عن البلاد زي النفي اللي هو أيوه. فيجب ان ينص بالفعل بهذه الكيفيه وهذا لا يتعارض من اننا بقرر حريه التنقل لا ربما صحيح انت ليك الحريه يا دكتور ابراهيم تتنقل الحاجات دي كلها لكن ممكن قانون العقوبات عبر هذه النصوص يجي يعمل نفي. أنا أقدر شعور الجميع وشعورنا كمواطنين وشعورنا كصانعي قانون وشعورنا كمواطنين عاديين جدا فأننا لا نثق في أي نظام سياسي بنتحول فنضع ما نريد وما نبتغي هي دي الجارانتي هي دي الجارانتي اللي كان بيتكلم عنها النص هي اللي إنما في دولة مدنية دولة دولة قانون بس كلمة مدنية نشيل كل التفاصيل انما هنا انا اعتقد هنا تغيب القانون خلاص انما هنا انا اعتقد لابد يعني معاليك عارف ان دولة القانون لم تنشأ بعد بالفكرة اللي في ذهننا لم تنشأ بعد في مصر لم تطأ اقدامها وبعيدة يعني اقليم مصر مدة كذا لا ربنا يعني يا ربي تكون بكرة يا ربي تكون بكرة واحنا بنعمل علشان كده بس ولذلك بنتحوط وبنتكلم من كلمة جاغانتي يعني ما يكفيش ان انت تقول لي ده تكرار للي فوق بس انا في اهوال سابقة خلتني اقول طب ونتحوط لا تيجي قانون العقوبات يقول لك عقوبة النفي ولا كذا اللي يقول لك لا يحظر ابعاد اي مواطن عن البلاد او منعه من العوده اليه ضروريا من وجهه نظري ضروريا
أنا مسألة الأمر القضائي له تعبير إنجليزي معين غير مأخوذ به في مصر اللي خلاها بحكم قضائي. الأمر غير الحكم يختلف تماماً. ماشي أنا متفق مع حضرتك. بحكم قضائي؟ لا خلي بالك قضائي. خلي بالك لأن الإجراء التحرزي اللي بيتزور النيابة العامة بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم، يبقى المفروض القاضي التحقيق هو اللي يصدر حكم حتى أمور مستعجلة. طالما ان احنا استلزمنا يعني في اسراف جامد جدا، احنا عايزين حكم قضائي، يبقى انت هتنتظر حكم الموضوع بقى. ليه امور لا امور مستعجله زي المد من القاضي الجزئي بعد استنفاذ النيابه، يعني عايزين برضو هيئه محكمه ولو مصغره. يبقى انت هتضيف حاجه جديده في التشكيل القضائي بقى. فهمتني؟ يعني الدكتور ابراهيم عايز يطلع هنا يترجم ضمانه اكتر الى وجود دايره او اختصاص قضائي جديد. لا ليه طب افرض النيابه وكيل النيابه واصدر قرار بمنعه من السفر، عرضه على النائب العام. لا وصدر القرار من النائب العام بمنعه من السفر. اي هو احنا عندنا ينطبق عليه الامر هنا. انا دكتور ابراهيم بقول لحضرتك عايزين حكم، لكن الذي يحدث حاليا ان النائب العام ممكن بيصدر. ماشي احنا بنتكلم في النص بتاع بكره، يبقى هنضيق هنخليها في اطار حكم بس، يعني ضمانه اكتر. تمام لان في اساءه للنيابه. كويس تمام. حتى اللي بياكد صحه هذا الكلام ان في اساءه للنيابه، ان مجلس الدوله بيبسط رقابته على قرارات النائب العام بمنع من السفر، وبيعتبره قرار اداري. لا هو كان بيعتبر قرار اداري في ظل ظروف معينه اللي هي فاكر سيادتك كسياده مستشار المادتين 8 و11 بدا في المنازعات المدنيه. لا اعتبرها قرارات اداريه في المنازعات المدنيه هي 4/11 على وجه التحديد 4/11/2000. طيب لما الدستوريه العليا قضت بعدم دستوريه نص المادتين 8 و11 هنا يبقى عايزين نصيغ ماده دكتور طارق عشان ننجز. هنقول مصونه نقول حريه التنقل. بس كلمه الامر القضائي غير ماخوذ بها في مصر، يعني مفهوم الامر القضائي ايه؟ اي مفهوم الامر هو يعني في حدود الواقع الامر القضائي، الامر الصادر من جهاز التحقيق وليس المحاكم. التحقيق اللي هي النيابه العامه وليس المحاكم. جهاز التحقيق اما النيابه العامه او قضاء. يبقى مش امر قضائي. لا ما مش حكم الصدر من النيابه العامه او قاضي التحقيق. هنا قضائي نسبه الى مصدره الى صفته وليس بطبيعه الامر هو طبيعته الموضوع. لانه امر اداري اصلا، يعني مجلس الدوله لما بيراقب بحسب الصفه يعني الشكليه العضويه. يعني امر قضائي من قاضي التحقيق مثلا، قاضي التحقيق او من النيابه العامه. النيابه العامه بتعتبرها ما يصدر منها امر قضائي. لها اعمال قضائيه واعمال ولائيه، هي عندها اعمال قضائيه واعمال ولائيه. دكتور ابراهيم لازم الامر داخل في الاعمال القضائيه. انا هوضح النقطه، هي بسيطه جدا جدا. انا مش عايز اختلف ولا حاجه، انا بس لا برضه عايزين نصل الى نتيجه. الامر القضائي الامر القضائي ان اضفنا يستلزمه التحقيق، اي انه امر صادر بمناسبه التحقيق فيعتبر اجراء من اجراءات التحقيق فهو عمل قضائي لا رقابه لمجلس الدوله عليه. مظبوط. كل اجراء من اجراءات التحقيق كويس خلاص، يبقى لا رقابه لمجلس الدوله عليه. اما انه طالما ما فيش تحقيق والبوليس راح طلب من وكيل النيابه اديني نخش على طول، ده امر اداري رغم انه صادر من جهه قضائيه. ايوه وهو ده المزج بين الضبط القضائي والضبط الاداري، يعني خدت بال حضرتك. فاذا لما حضرتك تقول لي بحكم حتى ولو كان من الامور المستعجله، ماليش دعوه المشرع ينظمها بقى هذا الحكم. بنرتقي درجه وبنبعد النيابه العامه عن الشبهات على فكره. يبقى بحكم، يبقى نخليها بحكم قضائي. بحكم قضائي. طيب نعيد الصياغه مره تانية، حريه التنقل والاقامه والهجره مصونه، راضيين بها؟ تمام طبعا مصونه، بدل مكفوله تبقى مصونه. ويحظر ابعاد اي مواطن عن، انت قلت ايه؟ بلاش اقليم الدولة، عن البلاد او منعه من العودة اليها. ويحظر ابعاد المواطن، اي مواطن، المواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها. اصل كلمة اي مواطن ركيكة دستوريا يعني. بعد المواطن الف لام بدل وايه. ويحظر ابعاد المواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها. ولا يكون منع من مغادرة إقليم الدولة أو مغادرتها من بلاش إقليم الدولة ولا يكون منع من مغادرة البلاد مغادرتها معلش لأن دي فقرة مستقلة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه إلا بحكم قضائي، وطبعا الأحكام بطبيعتها مسببة خدت بال حضرتك، ولمدة محددة وفي الأحوال التي المبينة قانون. أنا بحبها بقى
ما هي دي اللي المستشار عبد الله سيادته بيقول مش عايز بكل مش حضرتك لا 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 الماده عاصفه لا 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 بكل انا عارف انا عارف انت تقصد ايه بس انا ليا حاجه تانية هنا في الجزئيه دي بالذات في الحظر والمغادره والاقامه الجبريه انا قلت لك ايه الا بحكم حضرتك هتقول القتل هنقف اسمعني هنقف عند حكم قضائي بس ما قلناش يستلزمه التحقيق ولا لا قلنا يستلزمه التحقيق بحكم قضائي لا احنا نسيناها في الصياغه ايه الا بحكم قضائي يستلزمه التحقيق يستلزمه التحقيق ولمدة محددة, ولمدة محددة. كلمة وفي الأحوال المبينة في القانون يعني ما يجيش الحكم القضائي هيطبق قانون هيطبق قانون هيقول إيه الحالات هل يجوز في الحالة دي إن أحظره ولا كذا ولا كذا وإلا هنسيبها كده لا مش هنسيبها لو أنت عايزك عايز تحط مواد يبقى على الأقل هقول في مواد الجنايات عشان تشمل حالة القتل حضرتك قلتها عليها هو يستلزمه التحقيق والتحقيق حكم القضية يستلزمه التحقيق في مواد الجنايات هو التحقيق في الجنايات وجوبي وفي بعض الجناح الهامه أيوة يبقى لو انا عايز احط الموضوع اللي هيتم بالنسبه له اتخاذ هذه الاجراءات اقول في مواد الجنايات وبعض والجناح التي يراها التي ينظمها القانون ده طب يبقى, يبقى انا تركت الاختيار حضرتك هنا ما انا اكتفي واقول بحكم قضائي بس طب يجوز منعه بقى وحظره في اي جريمه ولو كانت ضئيله ولو كانت مخالفه ما هيقول لك ما فيش قانون بيلزمني بحالات محدده ودي الخطوره هي دي هي ايوه هي دي الاشكاليه ولذلك الكلمه هنا مهمه ليه لان لها مغايره في المواد الاخرى انا فاهم حضرتك تماما حضرتك عايز تجيب الموضوع الذي سوف يصدر بالنسبه له حظر الاقامه يبقى حصر على القاضي المشرع في الاحوال المبينه في القانون نطاقه على القاضي اللي هو يصدر الحكم وحدد حالات على سبيل الحكم ايه ماده التحقيق هنا انا ارى انها الجنايات والجنح بقى وفوض فيها مين اللي بيحددها ما مواد الجنايات ما هي معروفه لا اسمعني طب ما نسيبها في الاحوال المبينه والمشرع يبقى له سلطه التقدير نوعا ما مش هيجي في مخالفه اقول لك احظره مش هيجي في جنحه يعني علشان ما نسيبش السلطه للقاضي يبقى احنا النيابه بس انا مقدر جدا شعوركم وتخوفكم على مستقبل هذا البلد والا لو كان في دوله قانونيه انت لست في حاجه الى في حل من كل ده من كل ده جدا لكنه يعني في الاحوال المبينه هنا مهمه جدا زي ايه لا جريمه ولا عقوبه الا بقانون يبقى القانون هو اللي بيحدد الجرائم والعقوبات مبدا الشرعيه لا هنا يا دكتور رأفت يعني هتطلق سلطات القاضي لا هنا عايز تضيف لا انا عايز ايد موضوع ماده التحقيق ان تكون في مواد الجنايات الا بحكم قضائي يستلزمه التحقيق ولمده محدده المواد ايه بقى مواد الجنايات ما بقولش وفي الاحوال المبينه في القانون اسمح محمد القانون مخالفه لا ما هو خلي بالك يبقى ما نقولش يستلزمه التحقيق لأن لو في مواد الجنايات يبقى إذن هناك تحقيق في مواد الجنايات يبقى تحصيل حاصل ما هو معناها أن في مواد الجنايات هنقول لي يستلزموا التحقيق بحكم قضائي في مواد الجنايات يبقى إذن هناك تحقيق في مواد جنائية وبالتالي ما فيش داعي بالتقين إيه رأي حضرتك ماشي أنا ما أنا من عايز أخلص عشان مش على مدى القضائي مسبب في مواد الجنايات يبقى إيه إلا بحكم قضائي مسبب ولمدة محددة ماشي في مواد الجنايات إيه بأمر قضائي مسبب في مواد الجنايات ولا مدة محددة طب كلمة مواد الجنايات بأمر ولا بحكم حكم تمام في مواد الجنايات في هو عايز يقول في مش مخالفة مخالفة مرور لا انا نفسه محظور الإقامة إلا بحكم قضائي ولمدة محددة في مواد في اسمها كده ما هي في القانون الجنائي كده مواد الجنايات دكتور براجي انا بقول مقدر جدا ومحترم جدا ماشي بس انا عارف انك ضد التفاصيل دي كلها إنما بس ما تعيش ما ترونه انا لازم القيد لازم القيد انا ارى لابد القيد شعور بالاحتياط طيب اسمع طيب يعني طيب مش يعني مش حضرتك تحب على سبيل الاحتياط الكلي يا دكتور ابراهيم هنبت الموضوع تحب في الاحوال المبينه في القانون ولا في مواد الجنايات وفي الاحوال المبينه في القانون تحب الحكم القضائي ما انا عارف ما هو حكم قضائي ده الماده اهو الا بحكم قضائي يستلزمه التحقيق ولمده محدده لا ما خلاص يستلزمه التحقيق بحكم قضائي ولمده محدده وفي الاحوال وايه ادي قلناها بس في الاحوال المبينه في القانون ولا في مواد الجنايات ما هو الحكم القضائي بيصدر في الاحوال المبينه في القانون اي قانون ما هو قانون القانون اللي هيتولى تحديده انا فتحت كده ليه؟ هي كده فتحت في الأهم في القانون يبقى أي مادة من مواد التحقيق
يجوز ان يصدر فيها حكم بالحظر الاقامه او ما ايه احنا ما قلناش تحقيق، بنقول بحكم أنا قضائي، حكم قضائي زي الدكتور ابن المال. ايوه عشان نوع من ترقيه الضمانات. كويس، وده شيء جميل على فكره. كويس تمام أوه. تمام هذا الامر ان امر يطلع من النيابه العامه، لا بيطلع من محكمه اسمها محكمه. ايوه انما الماده يعني نفسها اللي هيصدر فيها الحكم القضائي. أيوة. أيوة. الماده أيوة. ايه بقى الموضوع ايوه الموضوع أوه. ايه اخليها في مخالفات المرور والجرح في العلم وبيان في القانون، ولا نخليها في انا مواد الجنايات؟ انا رايي بحكم قضائي في جنايه، في جنايه خلاص، الا بحكم قضائي. لا ما هو لو قلت بحكم قضائي في جنايه عند صدر حكم في صدر حكم في جنايه اه، الا بحكم قضائي ولمد يعني بحكم قضائي ولمدة يعني جناية معروضة على القاضي أصدر فيها حكم ما نزل. لا ما أنا فاهم، ما هي ما تمشيش ما تمشيش إلا بحكم قضائي والأمر القضائي والحكم القضائي. أصل إحنا بنخش بنظام الأمر القضائي في مصر أصلا، ليه ما عندنا الأوامر على عرائض وعندنا الأوامر أداء المسائل المدنية دي أوامر قضائية؟ معلش ما هي قضائية، أنا بتكلمش في مجال الجنايات بصفة عامة، يعني لها تطبيقات في المدني ولها تطبيقات في الأحوال الشخصية. إلا بأمر إيه؟ إلا بحكم قضائي. طب بس على فكرة عبد الله بيه، يعني لو قلنا حكم قضائي يعني نقول ايه مؤقت؟ لأنك لو قلت حكم قضائي بس يبقى معناها إنه حكم نهائي في الموضوع، في الموضوع. خدت بالك؟ عشان كده انا بقول لحضرتك لو ضفنا كلمه لا حق. طب ما ممكن نقول الا هو بيقول الا بامر قضائي صادر عن احدى الدوائر القضائيه. لا هنبقى لا هو لو حضرتك يعني برضه عود الى بدء، لو قلنا امر قضائي مسبب يبقى هتمشي معايا، خاصه ان هو قال مده محدده يبقى تحمل صفه التأقيت. أيوه. ويجوز بقى في التشكيل او في التنظيم يبقى يحط لي بقى حاجه بحيث ان الامر القضائي ده يعرض على المحكمه المختصه على غير ما كان معمولا به في المنازعات المدنيه النيابه العامه بتدي فيها اوامر. طيب يعني ايه يعني ايه يعني انا بقترح ثاني بامر قضائي مسبب استلزمه التحقيق يا اما بسم التحقيق حضرتك ونضيف المواد، يا اما بامر قضائي مسبب في مواد الجنايات. الا بامر قضائي مسبب في مواد الجنايات ولمده محدده. الامر القضائي بياخذ في طبيعته القرار الاداري لا اذا كان ولا إذا كان يبقى قرار قضائي، قرار قضائي غير مطعون عليه امامك. لا قرار قضائي يطعن عليه، يطعن عليه قدام يعني حتى لو من وكيل نيابه قدام رئيس النيابه بيتظلم منه، وبعد كده وده ايه للمحامي العام. هو في طبيعته قرار قضائي، مش عامل مش عامل ولائي. زي مثلا العمل ولائي، مش عامل ولائي. لا 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 مش عامل ولائي. زي ايه الامر الدعوه الجنائيه يا دكتور ابراهيم؟ زي الامر بقى اللي وجه ويقفل التحقيق، انا بطعن على هذا الامر قدام المحامي العام وبيعيد فتح التحقيق مره اخرى، فدي كلها اوامر قضائيه وتعتبر عمل قضائي لا شان لمجلس الدوله. بالظبط كده صح. وبناء عليه انا ارى يبقى الامر قضائي مسبب في مواد الجنايات. امر قضائي مسبب في مواد الجنايات يستلزمه التحقيق في مواد الجنايات ولمده محدده. ولمده محدده خلاص انتهينا بقى. انتهينا كده طبعا دكتور. لا ما انا ما انا عارف، ما احنا ما عرفناش لما حطينا حكم هيوحي بانه ما حكم موضوع وبالتالي مش هتمشي. يبقى بامر قضائي يبقى اقولها تاني بقى. اتفضل. ولا يكون منعه من مغادره اقليم البلاد، من مغادره البلاد او فرض الاقامه الجبريه عليه او حظر الاقامه في جهه معينه عليه الا بامر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق في مواد الجنايات ولمدة محددة. مية مية. بس خلصتوا يا شباب، انتوا حرين. طيب المادة 47 اهي رجعت لنا، هي المادة 47. ليك تعليق يا دكتور ابراهيم؟ ما انتش راضي عن حاجة. لا 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 احنا يهمنا نرضيكم، مش مهم الدستور. انا بالعكس انا لا والله انا محترم جدا ومقدر جدا شعور الحر علينا على المواطن المصري. شباب ايه يا دكتور ابراهيم؟ لما هو قادم. لما هو قادم، ما احنا خايفين من اللي فات وخايفين من اللي جاي واللي اتلسع من ايوه من اللي شفناه يا دكتور. بنحط الحقوق والحريات في قفص ذهبي يحول بينها وبين الحاكم ورجاله واعوانه.
بس لحد ما تيجي الدولة القانونية نبقى نخليهم 7-8 مواد زي أمريكا والسلام عليكم. لما الشباب المصري يبقى عارف إيه هي حقوق وحريات، لما تتعلموا في الحضانة والكي جي والمدارس الثانوية النظم السياسية، لما يبقى زي في دولة قانونية يدرسوا النظم السياسية في الحضانات والحاجات دي كلها، يبقى ما أنا عايز أحمي هذا المواطن. ومش عيب إن هذا المواطن في جهله هذا، هو مش عيب منه، هو عيب من النظام اللي جهله صح، واللي خلى الجهل مطبق عليه. هنروح فين بس من ربنا يعني؟ ما هو ما هو ده شغل الواحد، هم الحرقه اللي حضرتك شايفها دلوقتي. احنا لبس ضميرنا سليم. طيب الماده 47 حريه الاعتقاد مصونه، وتكفل الدولة وتكفل الدولة حريه ممارسه، دي هيبقى فيها كلام واعتقد ان البرنامج مش هيكفيه، لكنه هنديها حقها. حرية الاعتقاد مصونة نقطة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية فصلة، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية فصلة، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون نقطة. هبدأ بحضرتك يا دكتور براهيم. ليه قلنا حرية؟ احنا ريحناك شوية فعايزين منك ما نقولش ليه حرية العقيدة. الله يفتح عليك. ده أنا ريقي ناشف. ده احنا هنوريك سيديهات ريقي ناشف. أيوه إيه يعني في يعني ايه الاعتقاد؟ لا انا اقول لك الاعتقاد يعني ايه، بس يبقى انت what ايه what I am going to believe with، انما my belief is، هي دي يا سيدي انه انا بقى احنا عندنا فكر، ده وجهة نظر الشخصية. وطبعا بقولها قدام الدكتور ابراهيم وانا خايف. لا العفو، ما تقولش الكلام. بس اسمعني بس، انا بتعلم منك. اسمعني بس، انا بقول يعني كان كده، حريه الفكر والاعتقاد والعقيده مطلقه او مصونه. دي حاجه. ايه الفكر؟ مجرد فكره عابره شارده قعدت اتغنى بيها زي اغنيه شاديه، فراحت متحوله الى اعتقاد. الاعتقاد قد يدوم وقد لا يدوم، استمر هذا الاعتقاد أغني به وردده في الغيط بتاعنا وأنا ماشي، لحد ما أصبح جزء من شخصيتي وتشكل إلى مادة لزجة لصقت في دماغي فانقلبت إلى عقيدة. نموذج ثقافي المنع. فنقول إيه؟ نقول حرية العقيدة. بس ما أنا معرفش الاعتقاد يقصد بها إيه هنا، انا شخصيا مش عارفها وسالت فيها قبل كده. يعني ايه اعتقاد مصونه؟ هو كلمه اعتقاد بعدين اللي ياكد لذلك انه جايب تحتها ممارسه الشعائر الدينيه، معناها انه بيقصد الدين. العقيده هو فتقول ايه يا استاذنا؟ بس الدستور واحد الدستور واحد قال العقيده، كان قايل العقيده، الدستور واحد كان قايل العقيده قولا واحدا. العقيده هي العقيده ماشيه يعني العشره لجنه الخبراء. لا سيبك منهم، الناس مرتاحين. هو حضرتك هو نقل في لجنة الخبراء نقل النص تماما من المادة 43 من دستور 2012، من 2012. انما دستور 71 في يعني مرسي كان عايز يحرمنا من حرية العقيدة فراح محولها الى اعتقاد. انما 71 في والاعتقاد هيجي يقول خزعبلات وشعوذة وهذا من عمل الشيطان، يبقى بعد كده يسحب مننا حرية العقيدة جاية في المادة 46 من الدستور 71، وخاصة انه بيتكلم عن اماكن دينية وممارسة شعائر. يبقى ايه نقول حرية يعني حتى تكملت النص ما حضرتك قلت انه يعني بيتكلم عن دين هتمشي بعد طيب نقول حرية العقيدة. طب ايه رأي حضرتك لو جمعنا بين العصفورين وقلنا حرية الاعتقاد والعقيدة مصونة؟ ايه الفرق؟ الفرق بينهم ان الاعتقاد خارج نطاق الدين. في هذه الحالة لو جمعنا بين الاتنين، انا اعتقد في الشيوعية، انا اعتقد في الاشتراكي، انا اعتقد في الراسمالي، تدخل في حرية الفكر. ما انا فاهم، بس هنا ايه؟ لا بدافع عنها ميليتان يعني، وبكون كذا وكذا. دي مش مجرد حرية فكر، ده انا بقول كذا. والعقيدة في الدين، يبقى في الدين والدنيا جمعنا بين الحسنيين. خلاص لا انا لا ما تقولش خلاص. انا نفسي تقولي لا كفاية كده. انا هقولك لا يا دكتور. شوف خلي حرية الاعتقاد داخلة حرية الفكر. نخليها مع الفكر. اهو شوف. وخاصة انها المادة اللي بعديها. طيب. انا هقولك. وبيني وبينك يا دكتور رأفة الفكر دي. ده حرية الفكر تشمل حرية العقيدة. طبعا. لا يعني كل بمنظوره. وبيني وبين حضرتك لما نخصص الماده لحريه العقيده فقط،
وبعديها التي الزجاجية تفرع حرية ممارسة الشعار، يبقى ده حرية العقيدة مصونة. طبعا ادي اول حاجة سهلة ووصلنا اليه. تمام. ومش هنولك غرضك يا شيخ. انا بقول لك نشيل تكفل. طيب. بقى ونجيب الكلمة بتاعتك الحلوة الجميلة دي. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. وانا رأيي هنا في حاجة، وتلتزم الدولة بضمان ممارسة او بضمان حريه ممارسه الشعائر الدينيه. ما دي كلها بتضمن. قول تضمن. تضمن هي بتديني التزام. دكتور ابراهيم. نعم. تلتزم الدوله بضمان حريه ممارسه الشعائر الدينيه واقامه دور العباده. واقامه دور العباده للاديان السماويه. تمام. بس وما فيش حاجه اسمها على النحو للنظام القانوني. لا شيل الفقر. نشيلها بقى. خلاص. شفت الفرق بين الاثنين. بس في حاجه هنا بعد اصحابك. اتفضل. ما انا ما سمعتكش لسه. من وجهه نظري يعني انا عايزين الاجازه بقى. استاذنا بيقول لازم نتعلم منه حاجه النهارده. يعني تلتزم بضمان. التزام وضمان. كنت هرد على طارق. فانا تضمن هتديني المعنى. مع احترام طبعا الاستاذ الدكتور. الله يخليك. يعني بلاش الحساسيه، خلينا نتكلم عن المجلس. خلاص ما احنا بقينا حساسين من اللي شفناه. لا مش قصدي. لا الحساسيه بيقول مع الاسف. ايوه طارق خفنا. مع كذا. لا قديمه بس فانما مش عايز امد. مش عايز امد الالتزام بتاع ضمان حريه ممارسه الشعائر الدينيه الى اقامه دور العباده حتى لا تكون الدوله هي الملتزمه إقامة الجامع والكنيسة. ايوه ما انا عارف. ما علشان كده انا قلت لك هتاخد وقت لان انا لسه ما قلتش الاسئله اللي عندي. مش عايز الالتزام يمتد الى اقامه دور العباده حتى لا تلتزم الدوله باقامه الجامع، انما الدوله تيسر وتهيئ ولا تعارض ولا تمانع في اقامه الجامع والكنيسه بسرعه اصدار قانون بناء دور العباده المحرم. ده طيب. ده المهم. فانا يعني اما تيسر او تضمن برضو او ترعى. طب لو حطينا تلتزم يعني بضمان حريه ممارسه الشعائر الدينيه وتيسر. لا وهنقول ايه وتيسر. هي تيسر جايه. ما هي تيسر في الماده اساسا. هي جايه. طب انا عارف موجوده في الماده. هنخليها مش هنشيلها. يعني مثلا استاذنا قال واقامه دور العباده للاديان السماويه. يمكن التخوف لو قلنا لاستاذنا يبقى ممكن استاذنا يقول نخلي وتيسر على اساس ان ديت هتبقى معطوفه يبقى الكنيسه او الجامع انا كدوله مسؤوله. لا مش عايزينها كده. يعني عايزين أنا عايز الدولة وتيسر بس بتضمن. بالظبط. ما هي هتيسر يعني تعمل لي قانون بناء لدور قانون واحد لبناء دور العباده. كويس. ده تيسير. انما ما تلتزمش دوله تبني لي جامع وتبني ماشي بس بتلتزم بضمان الحريه. استنى ما نخلص. الحريه اللي فوق موجوده وتضمن فوق في الفقره السابقه ليها تضمن حريه ممارسه الشعائر الدينيه. تضمن بدل ما تلتزم بضمان. ما هي كلمة ما جيبش تضمن. جملة فعلية. أصل تلتزم بضمان ممكن تقول لك أجيب لك كفيل يضمني. يعني خلينا لغويا يعني. ما تضمن بتعبر عن المعنى المقصود. وتضمن. وتضمن ولا تلتزم. ما هي تلتزم عايزة كلمة قبليها. يعني عايزة كلمة بينها وبين الحرية. تمام. عشان كده حطيت بضمان. يعني في حاجات تمشي مع تلتزم مباشرة بدون همزة وصل أو إضافات في النص. وفي حاجة هنا يعني تلتزم وتضمن لي حرية ممارسة الشعائر الدينية. طيب أنا دكتور إبراهيم عايز أقول حاجة؟ اتفضل. عندنا مشكلة كبيرة جدا في إقامة الكنائس. أي على مدى احنا عارفينها وحافظينها. أنا قول لي على المادة تقترحي بما يضمن هذه المشكلة حلها. أنا أقول لها حرية العقيدة وإقامة دور العبادة مصونة. ماشي اتفضل. والباقي كملوز بقى زي ما انت عاوزين. يعني أنا دخلت إقامة دور العبادة للأديان السماوية علشان برضو ما نخش على الأديان السماوية. دور العبادة هو ما يبقى حرية الاعتقاد. حرية العقيدة. حرية العقيدة سوري وإقامة دور العبادة للأديان السماوية. مصونة. طيب. مصونة. يبقى أنا شلت تلتزم عشان ما يبقاش على الدولة أنها تقول أيوة. أدي وما أديش. ونحط تلتزم تعليق. وممارسة الشعائر الدينية. طب ما نخليها جملة واحدة. من باب أولى ثلاثة. حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية مصونة. مصونة بس. يبقى لان انا عندي مشكله قائمه على مدى. وعلى فكره دي ستجد رفض قطع. احنا مؤيدين اهو. هم هيعروا نفسهم. ما انا عارف بس انما يبقى انا وجه الحق ولوجه البلد. لا انا طيب. لا اريد اي انا كنت هقترح هذا الاقتراح وبس طلبت من حضرتك الاول. وعندي اقتراح تاني. ده انا ده اللي كان في ذهني اللي حضرتك قلت. وعندي اقتراح تاني يخفف من الوطأة شوي.
علشان ما يجيش. ممكن نقول وربما يصل في النتيجة إلى نفس النتيجة. أنا كنت كان قصدي أقول إيه؟ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية لإيه مصونة، وتيسر الدولة إقامة دور العبادة دون تمييز للأديان السماوية. برضو هيبقى فيه تمييز في الدماغ. لا معلش، ما هنا المبدأ الدستوري. لا أنا دون تمييز للأديان السماوية مطلقة، لأني مطلقة إيه أنا يعني بقول هذا الكلام مش لأني في أنا مؤيده. أنا بقول اقتراح تاني من زمان، من زمان جدا، وأنا فيه من زمان في الكتابات، وكان يعني حصل عارفينه كتير، وكلمت رئيس سابق الجمهورية وبتاع والحاجات دي، وكان مسكة في ايديه. فأنا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة حرية العقيدة وإقامة دور العبادة. أيوه. ما هي إقامة دور العبادة؟ تغني وممارسة الشعائر الدينية خلاص. طب ما يعني احنا ممكن نقول دور العبادة لا، في فرق. لا استناني وتيجي تمنعني من دخول دور العبادة، تنظمهولي تقولي ما توصي غير الدكتور الظهر. لا ونسيبها متاحف ولا ايه؟ لا في دي متاحف ولا ايه؟ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، لا وإقامة وممارسة الشعائر العبادة ودور العبادة للأديان السماوية، أو حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية مصونة. بس خلصنا من المادة 47، انتوا حرين. والكلام للفريق الجميل بتاعنا، واعتقد اعتقد اعتقد ان احنا تعبنا، والدكتور ابراهيم ما نقدرش نطمع اكتر من كده. لا لا انا مش هنهي، هو بس نريح حضرتك عشان تشرب حاجه سخنه، والساده المشاهدين كمان، لان الكلام حلو قوي، وخاصه احنا في العقيده. والاخوان سامعيننا، وربنا يسهل ونعرف نوصل لبيوتنا، لان احنا سوينا بين الجميع وسوينا بين الكل، وهو ربنا قبل كده هو اللي سوى بين الجميع، واحنا ما بنطبقش الا كده. ما انا عارف وخدت مننا خمس دقايق، انا عارف وما خدتش لانك خالص النيه يا شفت سيدي. بقى يعني الدكتور رأفت قال يا رب بس الحلقه تقضي نخلص المادة، هي خمس انا بحسبها ست دقايق. ما احنا لان متفقين، لان احنا شلنا الخوازيق اللي فيها. بالظبط. ليه؟ لانه قلوبنا صافيه، ما عندناش خلفيات، وبالتالي بنقول الاديان السماويه كله زي بعضه، كذا كذا كذا، مع السلام. مع السلام. ويا رب يا رب يا رب، من وجهة نظر أنا الشخصية ولا ألزم بيها أحد، إن كل شارع يبقى كله كنائس، ونفس الشارع يبقى الناحية التانية مساجد، ونفس الشارع يبقى الناحية التانية معرفش، وتيجي العالم كله يزورنا. ده احنا بنروح نزور المعبد بندفع دم قلبنا، ومعبد صح ايه؟ صح بوديين صح في صح أوروبا وهنا وهنا. طب يا رب كله كده، احنا ده أنا معرفش، أنا معرفش، وتبقى بلد السلام زي ما بيقولوا ايه، وأم الدنيا، وهي بالفعل أم الدنيا. وتأكيدا لصحة كلام حضرتك، كنيسة القديسين اللي في اسكندرية قدامها مسجد، الناس بتحب تروح، كانت تمشي هناك، يجوا يقول لك شايف الكنيسه وادي الجامع، حاجه جميله. بس ده يقيم وده يقيم يعني بنفس القواعد ونفس القاعده ونفس النمط ونفس كذا، وبعدين يجي القانون حاجات تنظيم خفيفه جدا داخلية. يعني خفيفه جدا يعني. بكده احنا مش هننهي، احنا هنريح الساده المشاهدين شويه برضو، هم يشربوا حاجه وهنعود، لان احنا في الحقوق والحريات، واللي جاي بعد كده ده يعني اشد. فهنقول لكم يعني هنيئا مريئا لما تشربوه، احنا ما عندناش غير شاي وقهوه، ما اعرفش ايه الفقر اللي عندنا ده، لكن يلا احنا راضيين بيه، ونطلع فاصل ونعود ان شاء الله. اشكركم والى ان نلتقي، بس ترجعوا لنا لان احنا قاعدين ما نعرفش نمشي من غيركم. شكرا جزيلا.